أكثر المشاكل اليوم يلي عم نشوفها على السوشيال ميديا ما بين الشعوب يلي تعتبر أنها شقيقة، عم نحكي تحديداً بشكل مباشر عن لبنان، سوريا، فلسطين، الأردن ومصر وغيرها كتير، عم بيكون الخلاف الكبير بين بعضهم هي عن أصول الأكلات. كل ما تنزل أكلة معينة أو حدا بيعمل طبخة ببيته بيقول إنه هيدا طبق لبناني أو سوري أو فلسطيني، عم تكون هنالك معارضة وهجوم كتير كبير عليه من قبل الناس. كل حدا طبعاً بينسب طبق معين لبلده. اليوم حنحل هيدا الخلاف وحنعمل حل نزاع بموضوع الأطباق والأكل، وطبعاً ما في إلنا غير الشيف أنطوان يلي هو يعتبر مدرسة ومرجع فينا نعتمد عليه بأنه نحل ونحاول قدر الإمكان أنه نحل هيدا النزاع. شيف أنطوان بونجور، كيفك؟ ما بعرف إذا نحن بنرحب فيك على اس بي اي أو أنت ترحب فينا بمطبخك. مطبخ تلفزيون لبنان، بنرحب ببعضنا، بنرحب ببعضنا. لا معك حق، عم بيكون في كتير على السوشيال ميديا تناقضات كتيرة بالنسبة للأكل، لا هي من عنا لا هي من عندكم، أنتو شو خصكم فيها، نحن خصنا فيها، نحن بنعملها أطيب، هي واسعة الشغلة. طيب اليوم نحن بدنا نحاول قدر الإمكان نكون أكيد موضوعيين أو نحكي الأمور مثل ما هي، مثل ما هي وبشكل قد ما فينا نكون علمي وتاريخي. نعم. إلى حد ما حنبلش بالطبق الأول يلي هو الكب النية. الكب النية شو هي أصولها؟ الكب النية هي أصولها اللبنانية، لأنه مثل ما بتعرف أنه احتل لبنان من قبل الدولة العثمانية حوالي 400 سنة، واضطهدوا المسيحية وهربوا على الجبال وبالأخص صوب وادي النوبين، ولكن هونيك كانوا يضلوا ياكلوا على الحبوب وشوي من المزروعات اللي عندهم، ولكن بفصل الشتاء بيجي فصل قارس بالثلج وفوق هني بالجبال ما بيسترجوا يزلوا على المدينة بيتقتلوا، بدهم ياكلوا شيء، بطل عندهم شيء من الحبوب والبقوليات، اضطروا عندهم بعض الحيوانات الأليفة اللي هني عندهم ذبحوها وصاروا ياكلوا من لحمتها نية، ولكن عندهم كبار السن يجوا يمضغوها، ما عندهم دراس، ما عندهم اشي يقدروا يعملوها، بيقوموا هاي اللحمة بيصيروا يدقوها بخشبة كبيرة على الصخر فوق في منطقة كلها صخور بالجرن، بالجرن صار جرن، بالأول ما كان في جرن، على الصخرة صخرة مبلطحة ست قديمة قديرة هي لقيت صخرة مبلطحة حطت اللحمة عليها خشبة كبيرة جبلة جوزة ويدقوها للحمة. والبرغل نحن معروف عنا بلبنان من القمح بيجي وبيزرعوا القمح بالبقاع، ولحتى بمنطقة الشمال بيزرعوا القمح، كانوا يعملوها البرغل خلطوها مع بعضها ويأكلوها. ليش ما كانوا يستعملوها أو يشوها الجوي؟ كانوا يفزعوا ويشوفوا الدخنة ويطلعوا عليهم الأتراك يقتلون، من شان هيك ما استعملوا أبدا النار هيديك الأيام، وأكلوا الكب نية وبعدها لليوم ومنكلها نحن طازة ومنفتخر فيها كلبنانية إنه هالكبة منكلها. ولكن هالكبة أوقات بتعمل شوية مشاكل، هالشوية المشاكل اجمالا الكبة وقت بتتاكل لليوم بعد بيقولوا لنا بياتنا وجدودنا انه بس تاكل كبة شرب معها كاس عرق. ليش بيقولوا كاس عرق؟ العرق بموت الميكروبات. لاذا كانت اللحمة قديمة مش مثل ما كانوا من زمان يذبحوا الصعور ما في غيره او الخروف، مثل اليوم تشتري من عند اللحام بيقول لك يمكن طازة يمكن مش طازة، هو بيقول لك طازة بس يمكن تكون مش طازة، تجيبها على البيت انت تتركها تاني نهار او تلات نهار بصير فيها جراثيم، اذا ما اكلت معها عرق شربت معها عرق يمكن يصير في استفراغ او اضرار بالمعده. بس اليوم كثير لبنانيين ما بيشربوا الكول ومدمنين على اللحم النية وما بيصير معهم اي عضارض. هيدي بتكون من المطعم الشاطر يلي هو بيقدم، لا بيقدم الكبه لازم تتقدم من لحم غنم او ماعز ومطبوح جديد ما صار له اكثر من 24 ساعه. بتركيا معروف شيء اسمه تشي كفته، هي اليوم تقدم برغل على الحل بتتاكل مع دبس رمان وخس. هن عفوا كانوا يعملوها مع لحم وكانوا يبيعوها على الطرقات بشكل عرانيس الذره وما شابه ذلك، ولكن صار فيها اكسيدونات كثير بالحوادث. كيف الحوادث؟ انت عارض شيء على في لحمه وماشي فيه بالعربيه على الشمس على الغبره على الدنيا وياكلها نيه، صار فيه تسمم كثير غذائي. هذا الشيء منعتها الدولة ترجعوا يعملوها، ورجعوا صاروا يعملوها اللي بدوا يعملها من البرغل على الحل من دون لحمة مشان يبتعدوا عن التسمم الغذائي. ولكن وقت منقول كبة نية كان مع كحول أو بلا كحول، الكبة اللبنانية هي منفتخر فيها نحن كلبنان إنه عنا كبة نية من كلا لبنانية. فإذا الكبة النية طبق لبناني وبتكون طازة، شرط إنه تكون لحمة طازة. الفلافل،
الفلافل لا لبنان ولا سوريا ولا تركيا ولا فلسطين، مصر مشهورة عنه بالطعمية، وبيعملوها من الفول لأنه مصر هي زراعتها قوية بالفول والحمص وما شابهلك، ولكن لو كان بالحمص هني بيسووها بس بالفول، بالفول المجروش، وبيسموها الطعمية وهي من الأكلات المشهورة عندهم. بعدين أخدوها عنهم الفلسطينية، رجع أخدوها اللبنانية، بعدين السورية. نحن مشهورين رجعنا فيها، نحن طورناها. كيف تطورت عنا بلبنان والبعض بسوريا؟ صاروا يضيفوا معها حمص، ناس بحطوا تلت بتلتين، ناس نص بنص، ولكن مع الحمص تعطيك طعمي أطيب. بيقولوا قرشي كمان يمكن؟ القرشي لا، بتضلها للفول. بس عنا شو بيعملوا؟ بيكتروا لك شوية كربونات وبيسمكوه شوية للقرص وبيقلوه بزيت حامي. بس يقلوه بزيت حامي بتعطي هالقرشي، بيتفننوا فيها. بس هي الطعمية أساساً أو الفلافل هي مصر. الحمص مين ضافة على الفلافل؟ لبنانية، لبنانية، لبنانية والسورية. اليوم الفلسطينيين بيحطوا يعني بيعملوها بحمص مخلوط أم كيف؟ أم الطريقة المصرية الأصلية؟ متشعبي، لحتى بلبنان متشعبي. هانو بلبنان في ناس بيعملوا بيسووها فول على الحل، في ناس بحمص على الحل، متشعبي كتير. بس هي أول ما طلعت من مصر بفول، بفول مجروش، وصاروا يسووها. أما شوف دخل السمسم كمان. هلا أصولا السمسم للزينة، ما خصوا السمسم، والسمسم ما عنده لا مصر ولا لبنان ولا فلسطين، هي من السودان بيجي. إيه، ولكن منشان تعطي منظر بحطوا مثلا لكل كيلو من الفول بحطوا معها 150 جرام من السمسم الناي معها، بس تقليها بياخد هاللون الشقار يلي فيها وبتعطيها الطعم الطيبة والقرش الطيبة. ولكن الفلافل اذا ما كان معها خس ناعم، بندورة، فجل، كبيس، فليفلة كمان ما تكون كتير حرة، والتراتور، ما بيطلع طيب الفلافل. هذا أصولا للفلافل يطلع طيب. وأساسا مثل ما نرجع نقول هذا الطبق منه أساسا لبناني، اللبنانية تفننوا فيه، عطوه إضافات. نحن عطينا إضافات، أنا كنت مدير بالفندقية، عطينا أنه صرنا ننزل معه الحمص، نعمل دراسات حمص مع الفول قداي وكذا تعطي. بس تيجي تقول لي الفلافل اللبناني بقول لك لا، الفلافل هو مصري. فاذا الفلافل هو طبق مصري بامتياز. طعميه المقلوبه، مقلوبه خالصه، مقلوبه لوحدها. المقلوبه هي اكله فلسطينيه، لا بتقول لي مصري ولا تقول لي تركي ولا تقول لي لبناني ولا سوري ولا حمصي، هيدي فلسطيني بامتياز. هني مشهورين فيها، وهني اول ناس ابتكروها بالباذنجان، وبعدين صاروا يعملوا منها الزهره يلي هي القرنبيط، صاروا يعملوا منها اي شيء من الخضار عندهم طالع، حتى بالفلايفلي لحتى بالبصل بيساووا دولما بيسموها كمان، وكل شيء مع الرز يلي هو هني كتير قراب لمصر، بيجيبوا من الرز من مصر بيسووا المقلوب بالرز المصري، الحبه القصيره بيستعملوها، ولكن هي أكلة فلسطينية بامتياز. اليوم وقت نشوف مثلا على السوشيال ميديا أنه بيقولوا المقلوبة اللبنانية، المقلوبة الحموية، المقلوبة الكذا، هل هي نفسها ولكن عم يسبوها يعني للمناطق أم لا عم بيكون في تغييرات بقلبها؟ هي أساسا مثل ما قلنا فلسطينية، تعلمها شيف لبنان، تعلمها شيف حمصي، بيسكبها بيقول لك هيدي المقلوبة الحمصية، بس ما فيها شيء، هي زيتها تعلمها الباز الأساسي الآخر تبع القلب، لحتى كانوا بس يكون عندهم أي استقبال، أي مناسبات حلوة، أهل فلسطين كانوا يعملوا هالطبق يفتخروا فيه إنه هو المقلوبة يلي سووها. حتى عندهم قصة كتير مشهورة إنه وقت صلاح الدين أيوبي، صلاح الدين أيوبي وقت نزل واستقبلوه بأطباق المقلوبة بشطات كتير كبيرة. مزبوط هذا الشيء، يعني المقلوبة طبق فلسطيني بامتياز. المجدرة، أنا والله مش شايف مجدرة، أنا شايف مدردرة. وقت اللي بنحكي عن مدردرة بتحكي عن مدردرة اللبناني، وقت اللي بتحكي عن مجدرة بنحكي عن مجدرة السورية. المحمرة، مثل محمرة، محمرة، مجدرة، يعني بهالإشياء نزلة، نزلة كمان تيجي عليها، مفركة، مفركة. برافو عليك، برافو عليك. إيه، نحن عملنا المدردرة. بس لحظة، المحمرة بيقولوا الجنوب، أهالي جنوب لبنان هني بيعملوها، أصولا حلبية. لحتى المجدرة، هلا عم لك سورية المجدرة الحمراء جنوبية، ما خصهم بسوريا.
مجدرة السوداء لونها بني، لما قلش سوداء هي مجدرة سورية. المجدرة الحمراء بيمتازوا فيها أهل جنوب لبنان، عندنا الصامد ومن حيي من هون أكيد. وبيعمل أطيب مجدرة جنوبية مشهورين فيها. المدردرة هي لبنان ككل. بس إذا بتسألني عن المجدرة، هي أكل سوري بامتياز، طوروها اللبنانية أخدوها جربوها بالرز اللي هو بيعملوا فيه المجدرة، رز حبي قصير المصري. خبص معه ما زبط، صارت عم بتطلع خبيصة ومجدرة قريبة للمجدرة. راحوا ابتكروا عملوا الرز الحبة الطويلة، انه نني ابضيات كتير، الحبة الامريكاني الحبة الطويلة، وصارت وقتها المجدرة وبطلت تخبص معهم، وصرنا نمتاز بالمجدرة وبتنزل بالميزة اللبنانية للمجدرة. اليوم كمان المصريين بفوتوا على الدق، انه هي عندهم اياها من يعني مكون من الكشري، الكشري يضيفوا عليها المعكرونة، تفرق. بس الكشري شيء والمجدرة شيء تاني. اذا بتيجي تقول مجدرة يعني عم تحكي عدس بصل ورز وزي زيتون. وقت اللي عم تحكي كشري فت صرعت من شغلات معه، مع الباستا صار فيها صلصة حمراء كمان بقلبها، فينا نقول الكشري هي مرحلة متطورة من المدردرة أو المجدرة. برافو عليك، هي هي. فإذا المجدرة خلينا نعتبرها مجدرة، المجدرة هي طبق سوري بامتياز. الكبة المقلية والمشوية شو قصتها؟ أساس الكبة بنرجع عليها هي كبة لبنانية، هي تتطور الكبة اللبنانية. مثل ما قلنا هن بالجبال كانوا عايشين خيفانين من الحرب، عايشين ضمن الصخور، يجوعوا، ما عندهم شيء من الحبوب والبقوليات بالأخص بفصل الشتاء، يضطر يجيبوا اللحم يدقوها على البلاطة الصخرة يعني بالحجر ويحطوا لها البرغل، والبرغل نحن مشهورين فيه بلبنان ومعمولين. الكبة المشوية أو الكبة المقلية هي كبة لبنانية بامتياز كمان، مش عادي بامتياز، ولكن اللبنانية بيعملوها على تسكيرة على ميلة وحدة. الحماصنة، حماصنة وبالشام، حماصنة أم الحلبيين؟ الحلبيين يا خي، السوريين بشكل عام، السوريين مش منفوت، صاروا يتفننوا فيها أكتر، يحشوها أكتر منا، مع أنه نحن كرمة بس يحشوها أكتر منا ويسكروها على الميلتين، وصاروا يسموها أنه الكبة الحلبية المقلية، الكبة المشوية الزغرتوية أو الكبة المقلية هي كبة لبنانية، ولكن الحلبية وأهل الشام أخدوها عملوها عن الميلتين وحطوا لها الحشوة زيادة يلي هي يتفننوا فيها زيادة أكثر من اللبنانية. اليوم كم في نوع كبة؟ إذا نحكي بصغرتها وبالشمال لأنه مشهورين فيها، تقريبا كم نوع من الكبة عندك؟ هلا الكبة تجي للكبة هي كبة واحدة بس، تقول لحمة مع بصلة وبرغل وملح وبهار، يعني أنت عم تعمل كبة. هلا تتفنن فيها بالحشوات، انت عم تتفنن فيها مثل ما بدك. هلا في ناس كتير هاي الكبة بيحشوها لبنة، تطلع كتير بيحشوها جبنة فت، اشوف شو طيبة مع بقدونس وبصل، بيحشوها قوارمة. فإذا الكبة المشوية والمقلية هي طبق لبناني بامتياز. كمان في عندك الكبة قراص هيك بدون حشي، كمان مشوية أو مقلية. الشاورما، الشاورما هي كمان من الأطباق يلي جداً عليها خلاف ونزاع، واليوم نشوف حتى مطاعم عم تقول عنا شاورما لبنانية، شاورما فلسطينية، شاورما سورية وإلى آخره. الشاورما لمين؟ الشاورما أصولاً هي للأتراك، هي للأتراك الشاورما، وبتعترف بشاورما اللحمة، ما كان في شاورما الجيش، هيدي من زمان زمان، ولحتى بيستعملوها إما صفائح من اللحم بينقعوها مع نقيع الخل والهيل والمارينات وتوابل الشاورما يلي بيضيفوها مثل 7 بهارات، وبينقعوها فيها من ليلة للتاني، وبيعلقوها على صيخ وبيبرم هذا الصيخ على نار هامية، اسمه سيفرم يمكن، اسمه سيفر بالتركي، وبيقصوه ويستعمل يكلوه انه الشاورما، بيحطوا معها فقط كانوا التراتور التراتور. اما وقت تطورت صارت الشاورما، اجت على لبنان، اجت على سوريا، صاروا بسوريا تقدموا فيها أكتر، وصاروا السندوش يحشوه أكتر، صاروا يحطوا فيه بصل، سماء، البواز، البواز هالكلمة الحلوة مع البقدونس، وصاروا يحطوا معه الكبيس زيادة، والتراتوريا اللي كانوا بيحطوه الأتراك، صار السندوش يبين معهم أطيب. ما هي دوندورما يلي هي البوزة التركية،
كمان فينا نقول البسترما يلي هني من بلاد القوقاز، أرمينيا مشهورة فيها، ونحن كمان بلبنان صرنا مشهورين بس من وراء إخواننا الأرمن. أنت قصدك أنه كل شيء بالآخره يعني دندرما بسترما ترما شاورما أنه بيجي لتركيا تقريبا. وفي بس البسترما مثلا دولما بتيجي، بس هي أساسا صار يعملوها العراقية دولما، بس هي أساسا تركية دولما كمان بسواها. ولكن إذا بنرجع لكلمة شاورما، أساسية هي شاورما تركية، وتعلموها اللبنانية من الأتراك، والسورية والفلسطينية تعلموها من الأتراك. فإذا الشاورما طبق تركي بامتياز بس على لحمة. الكنافة، الكنافة هي فلسطينية، منشان هيك مشهورين نابلس فيها، ومشهورة الجبن العكاوي فيها من عكا، وبيجيك على طول في مشادة بين بعضهم بين أهل عكا وأهل نابلس على الكنافة، وإني بيسووها من الشعيرية العجينة الطويلة الرفيعة. مش مثل هيدي بيسووها بلبنان، صار يعملوها هيدي بالسميد بلبنان، أو بعجينة الفرك اللي صاروا يتفننوا فيها. بس هي إذا بنرجع للكنافة هي أساساً فلسطينية، ومنشان هيك معروفة الكنافة النابلسية مشهورة عندهم، وكمان عكا مشهورة الجبنة العكاوية، وبعدها لليوم الجبنة هي الأصل مشهورة. لأنه الجبنة هن عملوها جهروا فيها وهي ما بدها كتير، هي جبنة العكاوية من أبسط أنواع الجبنة اللي بتتساوى من أي ست بيت فيها تسويها يعني ببيتها بكل سهولة، صاروا يسووها العكا وانشهروا فيها. وأكتر شيء عندهم مداش بتقول جبنة عكاوية لتمغط معك الجبنة يلي بشي، وبالكنافة بيستعملوا الجبنة يلي هي بتمغط. وأهل نابلس منفتحين أكتر، بيعرفوا يشهروا شغلتهم أكتر، هوليكي بيشتغلوا والشهرة لأهل نابلس، وصاروا يعملوها الكنافة النابلسية وانشهرت الكنافة النابلسية. صحيح. بس هي لأهل فلسطين ككل. صحيح أنه الجبنة وقت دخلت بالحلو انه كان الفضل للفلسطينيين، مزبوط، هن اول ناس دخلوها، لحتى بحلاوة الجبن هن دخلوها بالاول، وتفننوا جايين على حلاوة الجبن وتفننوا فيها بسوريا. يعني طبق الكنافة هو طبق فلسطيني بامتياز، ولكن صاروا كل البلدان العربية، لبنان، سوريا، الأردن، كلهم بيستعملوها، فيهم يعملوا الكنافة، وفلسطين هي الأم. حلاوة الجبن، حلاوة الجبن هلا بتشوفها هيك بتطلع، يمكن ما قديش وصلت على فلسطين، في حرب، بنقول إن شاء الله يخلصهم بخير. هيدي لبنانية طرابلسية، وهيدي سورية حموية أهل حما يعني. هلا هو في نزاع كتير كبير، ما بقى عم نحكي بين دول، عم نحكي بين محافظات بين بعضهم، في نزاع بين الحمويين والحماصنة، مزبوط، عن أصول حلاوة الجبن، مزبوط. ليش حسنتها لصالح الحمويين؟ لأنه أكثر شيء الحمويين هن كانوا جيبوها من فلسطين، هي أساساً كمان حلوة الجبن إجت من فلسطين، لأنه هن عم يستعملوا كانوا الجبنة الأكوية تبعهم. قصدك الجبنة من فلسطين، مش حلوة الجبن. جبنة جيبوها من فلسطين وتفننوا فيها، صاروا يستعملوها مع السميد وطحين الفرخة والماي والقطر والسكر، وعملوا فيها حلاوة، وصاروا يتباهوا فيها، يعني أهل حما بيتباهوا فيها، وأهل عكا بيتباهوا بالجبنة. يعني الحماصنة كمان شاطرين، بلا ما قالن دور بلا الحماصنة أخدوها من حما، تطوروا فيها، يعني قال حما ما بيزينوا لك إياها بالفستق، يعملوها سيرة على الطبيعة، بس العجينة أم مع قشطة؟ لا كمان عجينة ما بيحطوا مع قشطة، كمان ما بيحطوا مع قشطة. طيب وشو الفرق بين الطبقين؟ يعني اليوم في عنا حلاوة الجبن الطرابلسية وحلاوة الجبن السورية يلي هي الحموية على دمتك على دمتك شيف. لا الحمصية عامل لك بحطوا لها الفستق الحلبي مع القشطة، صاروا يتطوروا مع القشطة هني، على طرابلسية صاروا أكثر مع القشطة، إن كان بداخلها يحطوا، هوليك كانوا يحطوها بالأول من برا، يقطشوا حلاوة الجبن ويحطوا عليها القشطة من برا ويحطوا قطر وياكلوا بالطريقة. هون صاروا يتفننوا فيها أكثر، إن كان الحماصنة أو اللبنانية أهل طرابلس والجوار، صاروا يتفننوا فيها أكثر ويعملوها على أصولها، وبيعملوها مع طحين الفرخة تطلع معهم أنعم. أما الحموية بيعملوها أوقات من السميد،
بتطلع خشنة أكتر معهم. أوكي. بس هو السميد وطحين الفرخة نفس الشيء، هن من الذرة، بس طحين الفرخة هو سميد ناعم يعني، يعني سميد خشن وسميد ناعم. فإذا طبق حلاوة الجبن هيدا هو أساسا سوري بامتياز، سوري بامتياز، وهذا طرابلسي بامتياز. بس مين إجا قبل؟ الحمصة يعني. فإذا حلاوة حلاوة الجبن طبق حمصة أم حموة؟ نانتو لا شو لك، حمصة مع حد بعضهم. أنت عم تكون دبلوماسي شيخ. لا لا مزبوط، مع بعضهم نحسمها. مع بعضهم مع بعضهم. فإذا خلينا نقول السوري من سوري، خلينا نقول السوري. فإذا حلاوة الجبن طبق سوري. فتوش اسمه علي، فتوش لبناني. ما قلت فتوش مطعم لبناني ما تطلب فتوش أو تبولي. أول شيء موقع لبنان الجغرافي بيخليه إنه يطلع فيه خضروات على مدار 9 أشهر تقريبا، وهالخضروات إذا بتطلع بصحن الفتوش المزبوط في بين 10 و12 ل13 صنف خضرة. ولا دولة عربية قادرة إنه لمدة 4-5 أشهر تقدر تأمن هالخضروات هيدي. طبق الفتوش هو طبق لبناني بامتياز لأنه الخضروات متوفرة فيه لتقريبا حوالي 9 أشهر، في كل الخضروات يلي موجودة. فيش مطعم لبناني بتنزل عليه إلا ما بتطلب إلا سعر الفتوش موجود من الأساس، مثله مثل الحمص، مع أنه الحمص مش لبناني. البديهيات يعني، البديهيات. ما بنسأله فتوش أو ما في فتوش أو تبولة، هول البديهيات. وهو طبق لبناني بامتياز وصحي وكتير طيب، وبشهر رمضان المبارك هو أول شيء بيكون على السفرة. ليش لبنان عموماً يعني كتير اهتم بالسلطات؟ يعني منشوف حتى بالمنيو بأي مطعم منلاقي صفحة أو اثنين من السلطات، بينما بغير دول عربية تحديداً ما منشوف. هل في نسبة كبيرة من المسيحية موجودة بلبنان؟ وقت اللي بيجي الصوم عندك 49 يوم صوم، هال 49 يوم كل شيء حياة بيكون مثل ما قلنا، ومش تقيته ما بيكلوه، بده يصومه. صاروا يطوروا هالأكلات اللي هي كلها بالزيت ويعملوها، وصارت مشهورة، وصارت المطاعم تنزلها كأطباق لهيك، كل الناس لهيك تجي. عملوا شيء اسمه سلطة الراهب. أكيد في سلطة الراهب كمان مزبوط، من البتنجان والبندورة والفليفل والبصل. وإذا بتشوف أكترها كلها مع زيت الزيتون، لأنه لبنان فيه زيت زيتون، ومن عصير الحامض لأنه لبنان هو من بلد الحمضيات. صحيح. فإذا الفتوش هو طبق، طبق لبناني بامتياز. الورق عنب بزيت شو قصته؟ الورق عنب بالزيت بيأكلوها كل البلدان، وبيفتخر فيها كل المطاعم اللبنانية، وبالأخص بلبنان يلي بيقدموا هالميزة اللبنانية فيها ورق عنب. ولكن هي أصلاً مش لنا، هي أصلاً تركية، وبتعرف أنت حكمونا الأتراك 400 سنة، أقل شيء نتعلم ورق عنب ونقدم ورق عنب طيب، عشان هيك أخذناها منهم وتعلمناها. البزيت حصراً هي اليوم بينقلها يمكن بتركيا بينقلها يالانجي، يعني يالانجي يعني كلمة يعني أكل كذبية. أكل كذبية يعني شو؟ إنه ما فيها لحمة، إن كل شيء ما فيه لحمة يعني يالانجي، إنه شيء بالزيت. ولكن في كتير ناس بتحب الزيت أكتر الأكل. وقت نقول إنه ميزة لبنانية باردة مثلاً، وهي الأكلة منا لبنانية، شرط إنه تكون الأكلة منا لبنانية أو لبنانية لتكون ميزة لبنانية؟ يا خي هن الأتراك إجوا لعنا 400 سنة وعملوها عنا، يعني نحصرت لبنانية عنا ورق عنب كتير عنا بلبنان، وبقدونس كتير ورز، مشان هيك هلا نحن بفتخر فيها بالمطاعم والميزة إنه هي ميزة لبنانية. بس لترجع لأصولها وجذورها هي تركية. تطورت بمراحل معينة، تطورت بمراحل وجت على سوريا، وبسوريا بسموها يبرق ومشهورة كتير بسوريا باللحمة. بس يمكن باليبرق ولا بلا، في باللحمة وفي بالزيت عندهم. في يبرق باللحمة وفي يبرق بالزيت عندهم مشهورة يعني الأكلة. فإذا الورق عنب بزيت هو طبق تركي. تركي. المغربية، المغربية مثل ما بيدل على اسمها إنه هي من المغرب، ولكن ما بتقرب المغرب إلا من الأصول والجذور. المغرب، أهل المغرب والجزائر والتونس والمغربي تحديدا مشهورين بأكلة الكسكسي. الكسكسي هي من الطحين والماء والسمنة يلي بحطون بكذا مرحلة بكياس، أو من السميد كمان يمكن، وفي من السميد كمان بس إني من الطحين، وبصيروا حطوا عليهم الماء بيرجعوا بعد يومين ثلاثة بيكسرون، وبعدين بينخلون، وبعدين عدة مراحل إلى 6 مراحل كيف بنسوي الكشك على مراحل نحن. هني هيك بيسوي الكسكسي.
كان في شخص هونيكي قديم من طرابلس من بيت الدبوسي، كان عايش كتير بالمغرب واجا لهون بعمر في 70 سنة تقريبا. اجا على طرابلس قالوا له شو تعلم، شو شفت هونيك، شو بك تعمل؟ ما بدي ينقل الكسكسي وانه هو تعلمها هونيكي ونقلها او نقل شيء، قال انا بدي ابتكر شيء لإلي. تقريبا حبة الكسكسي اللي جيبها، اللي هي الكسكسي اللي بجيبها، يرش على الطاولة ماي خفيف ويرجع يرش عليهم طحين. حبة الكسكسي يرجع يجمعها مع الماي والطحين تكبر لتصارت على حبة المغربية. هو عملها للمغربية. هو شيء بيشبه المفتول، فينا نقول الفلسطيني او الفلسطيني المفتول اللي بيبرموها كمان بيفتلوها للعجينه وبيسووها هيك. هذيك بيبرغل، بيبرغل اكثر، مزبوط. بس هيدي يلي هي اساسا المغربيه، اللي بيخمن حاله واحد انه هي صنف مغربي، لا هو صنف لبناني من طرابلس عملوها، صاروا يسووا منها بالمعامل، يصنعوها شيء ناشفه وشيء خضره مشهوره كثير عندنا بالمنطقه الشماليه، تنباع على الطرقات بشكل ساندويش، وبالاخص بشهر رمضان المبارك معروف كثير المغربيه وبياكلوها بالسفره دي كمقبلات بشهر مقبلات. ومن قلن هي اجت من المغرب، اجت كسكسي تحولت لمغربيه عندنا. بالمناسبه شايف عندي صديق مغربي، فمره سالته قلت له انتم كيف بتعملوا المغربيه ما بيعرفوها على اصولها؟ قال لي شو هي الاكل، شو المغرب ما بيعرفوها، شو يعني؟ ما انا بعرف له منه، انا دارس ما شايفها، شايفينها صغير بيعرفوها على الكسكسي هن. اي مزبوط. فاذا المغربيه هي طبق لبناني. الحمص بطحينه من اكثر الخلافات على هالطبق. اسرائيل فات عدا، كان بعد ناقصنا هيك، كان بعد ناقصنا فلسطين تركيا لبنان سوريا، كلهم بيقولوا هالحمص حمصهم، وكلهم بيزرعوا حمص بس ما حدا عنده منهم طحينه، كله بيستورد الطحينه. هلا مين نحن بدنا نصدق ومين بدنا نرجع للاجيال القديمه؟ ما في شيء مؤكد. ضروري انه نقيس شو هن كانوا يزرعوا، شو كان عندهم لنعرف اذا كل شيء كان ينزرع ويكون في منه وفر، كانت تفكر الناس ويخترع يعملوا منه ماكولات. اكيد هذا الشيء، هذا اكيد وضروري، لازم كل شيء. مثل ما قلت لك الخضره عندنا كانت كثير وفره، مشان هيك الفتوش من عندنا. هلا هن مين بيزرع كثير حمص؟ عندهم حمص، بس مين كان عنده الطحينة؟ لا سوريا ولا لبنان ولا فلسطين عنا نحن السمسم. زراعة السمسم هي بالسودان أو بغير بلدان، عم يستوردوها وكانوا يعملوا منها الحمص. هلأ كلهم بيسووها مع الطحينة، لو تطلع الحمص بطحينة، اسمها حمص بطحينة، يعني هي حمص وطحينة. هي مكوناتها كتير بيزك يعني، كمان كتير خفيفة ولكن طيبة، ولا ميزة لبنانية بتنزل لحتى سورية أو فلسطينية إلا ما بينزلوا لك فيها الحمص. كلهم كانوا يزرعوا حمص، وبالأخص سوريا كانت تزرع حمص أكثر من لبنان ومن فلسطين، لأنه يعني عنده أراضي شاسعة واسعة، لحتى العراق كان يزرع حمص، ولكن ما حدا كان عنده السمسم يزرعه ليحصد منه الطحينة، ليطلع منه الطحينة ليعمل منه. هلأ كيف كانت التجارة من زمان قديما تجي ويجيبوا الطحينة يمزجوها؟ ولكن أنا بقول لك باللبنانية تكروا زيادة انه الحمص بطحيني كان يجي مبرغل شوي، صاروا يطحنوه، صار في آلات كتير قوية بتطحن على الحمص، مزبوط، صار يطلع على الحمص ناعم. هلا شو ما كان الحمص فلسطيني او لبناني او سوري، انا بقول لك مهم يكون صحن الحمص طيب وتاكله على الميزة اللبنانية، انتم مبسوط وهو طيب. قديش شاف موضوع انه الطبق يتمسكوا فيه الشعوب، ولدرجة انه ممكن يعمل كراهية بين الشعوب لهيدا الدرجة، قديش فينا نقول بين قوسين حرزان الموضوع؟ خي حرزان، اذا بتجي تفكر كان من زمان يصيروا حروب على التوابل، توابل مش اكل بعد، توابل بين الهند وبغير مناطق يصيروا حروب، يعني معناتها انه الانسان مثل ما اي حيوان بيتقاتل هو التاني على شيء الاكل، كمان اذا كان في نقص بالاكل بده يتقاتله. منشان هيك بيصير في خلافات على اطباق من هاي. مثلا بتروح على اوروبا بتلاقي مطبخ لبناني مختص بالحمص بطحيني، حده بعد 4 كيلومتر، مطبخ فلسطيني يمتاز بالحمص الفلسطيني، يعني كل واحد عم يمتاز بالإله.
مطبخ سوري يمتاز بالحمص السوري. هل هذا الشيء بينطبق بس على الحمص المطحون بهيدي الطريقة أم في شيء اسمه كمان كان مسبحة يلي هي بتكون حمص الحب مع الطحينة؟ هيك صار لوحده مثل مسبحة الدرويش أو شيء تاني. بس نحن عم نحكي كحمص بطحيني هو بعد الخلاف عليه مش معروف من أي بلد مزبوط. أنا بالنسبة لإلي يعني هلأ شو بدنا نقول للناس؟ هذا من كل البلدان، هذا من فلسطين، من سوريا، من لبنان، كله حمص بطحيني، ومن لكم أهلا وسهلا فيكم. في شيء وحدنا بالنهاية. المنقوشة شيف؟ نعم. شو أصلا؟ بتقول بدي إجي على لبنان لأكل منقوشة، يعني معناتها لبنانية. في ناس كتير بتخمن، ونحن عندنا من بيزرع وبيسهل البقاء على طول القمح، ومتوفر كان القمح والطحين ويساوي المنقوشة، وسهولنا البرية والعادية مليانة زعتر، وزيت الزيتون موجود عندنا بكسرة، كل السواحل اللي حتى على ارتفاع 800-900 متوفر زيت الزيتون، كان يساوي المنقوشة بزيت الزيتون ونحن مشهورين فيها. وبقول لك أنا علميا هي مش لازم تكون مع زيت الزيتون، نص زيت نباتي نص زيت زيتون مشان تتحمل حرارة. هلأ في ناس كتير بيخمنوا انه نحن نقلنا هيدا الشيء من ورا البيتزا من ورا التليان، انه نحن اخذنا العجينة منهم كيف ان عملوا للبيتزا العجينة، نحن بلا ما يحطوا صوص طماط، وكانوا يستوردوا صوص طماط مش من ايطاليا، ما كانوا يزرعوا بندورة، كانوا يستوردوها من امريكا للبندورة، ويعصروا البندورة ويسووا على العجينة ويعملوا منها البيتزا ونشارة البيتزا. ولكن نحن قبل مئات السنين عندنا المنقوشة مشهورة بلبنان، وانا بقول هني اخذوا منا تقريبا العجينة وعملوا منا البيتزا. وانا بقول لك هلاني قديش بايطاليا مشهوره البيتزا، بلبنان بيعملوا البيتزا اطيب من ايطاليا البعض منهم. انت عملت زلزال مش شبه الشرق الاوسط، هلا عملت نقلته على اوروبا شيء. لا هالوية تاكل البيتزا هون غنيه، هونيك بس بحطوا لك اصنافهم كثيره، اصنافهم كثيره متعدده، بس بحطوا لك صوص عليها شويه جبنه وقرب يفوتوها على الفرن. نحن بيتفننوا فيها، بيتقنوها، بحطوا الكبار، بحطوا الزعتر عليها، البصل بيقلوه مع البندورة. إلها علاقة بالخبز؟ يعني وقت ابتكروا اللبنانية على حسب قولك إلها علاقة بالخبز. هني بيساووا عجينة عادي مزبوط عم تحكيه، وهي عجينة عادي أصولا مثل عجينة المناقيش، ولكن نحن صار عنا بالبيتزا عجينة متخصصة، صار متخصصين الشيفية. يعني لكيلو يعني بعمل لك أنا 11 نوع من عجينة البيتزا. في عجينة مع بطاطا، في عجينة مع بيض، في عجينة نص زبدة نص زيت، في عجينة مع زيت على الحل. وأهم شيء بكله اللي تطلع معك البيتزا طيبة، ولحتى المنقوشة تفرك الزيت مزبوط بالطحين ليختفي قطره، ساعتها مع الخميرة شوية سكر لتطلع العجينة، وهيك بتطلع إن كانت للمنقوشة وإن كانت للبيتزا بيطلعوا طيبين. الخبز اللبناني شو وضعه؟ الخبز اللبناني مشهور عالميا، يعني إذا بتروح على أستراليا بركة تفتش هيك بتكون ماشي انت، بتلاقي فرن لبناني وهو عن جاي يكون عامل نص مثل ما بيعملوا اللبنانيين. ولكن مشهور الخبز اللبناني بكافة أقطار العالم صاروا، وهيدا السبب يمكن يلي خلى المنقوشة تنتشر وطيبة. ليش المنقوشة طيبة أو البيتزا طيبة؟ كل شيء سخن بتقدمه دغري، العجينة بتفت تحت سنانك ودراسك، بتحس بلذة وسعادة مع هالحرارة الموجودة بدون ما تحرق تمك، بتكلها إن كان بالجبنة مع البيتزا وإن كان بالمنقوشة مع الزعتر والزيت يلي نحن بنكلها، اتنينتهم طيبين واتنينتهم بتحس بسعادة. فإذا المنقوشة هي لبنانية. عم نحكي عن منقوشة الزعتر. عن منقوشة الزعتر. شايف بدنا نشكرك على هيدي الاستضافة يلي كانت عن جد مميزة جدا، والمعلومات كانت جدا رائعة، على أمل طبعا إنه اي تساهم هيدي المقابله بتوحيد وتخفيف ربما الى حد ما هيدا الاحتقان يلي عم يصير موجود على السوشيال ميديا بين الشعوب. على امل طبعا اكيد نشكرك كثير كبير باسمي وباسم اداره صوت بيروت انترناشونال اس بي اي، لك شكر لك، وشكر اكيد ل التقال على هيدي الاستضافه الحلوه. تسلم، واهلا وسهلا فيك ببيتك مثل بيقولوا، منحيي كل اللي عم بيشاهدوا صوت بيروت الاس بي اي. بالوقت ذاته نحن منقول اهم شيء انه الطبق ان كان من فلسطين او سوريا او لبنان او تركيا او مصر، الطبق يكون طيب ناكله بكل حلاوه وننبسط فيه بسعاده، وكلنا نحن
بلد واحد وحيل واحد، وبحييكم. شكرا كثير لك.